عندهمش ضمير. انت السوق ديالك وزعتيه كيف ما بغيتي، انا ما كايناش، انت كاين الشفار، انت كاين هي اللي خنتي الامانه ديال سيدنا اللي عطى الدرويش، يا الشفار يا اللي ديتي مشروع سيدنا وشديته وزعته كيف ما بغيتو. تحيه للامل الوطني اولا اللي هو نقى مدينه سالا، وكنتمناو الدغيسي يدخل في هذا سوق الصالحين عاجلا. تحيه ليه، تحيه ليه. خويا انا دفعت واحد الشكايه مؤخرا، كان عندي محل تحت الباش وعطاوني بني، خلاوني زعما عطاوني بنيت بسوق الصالحين في بسمارة في المصلى. خويا المهم دفعت الطلب هذا اللي هي الشكايه بان ظلمونا، كانوا غيصيفطونا للحبس. عاود درت محاوله صيفطت لهم، كيجاوب واحد خينا اللي هي كنت كنقول يد تقطع، يد اللي غطات على هاد، كيجاوب كيقول لي هذاك ما عنده والو اللي كتهضر في المنابر. واش انا ما عندي والو ما نخافش على راسي؟ الناس جلسوا معاه وقالوا لي حشومه هي، راه زعما هما الاشهاد هذه وراه باينه صباح، راه ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. قال لي ليش هاد السيد مسؤول في العماله، قال لي ما هاد 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 السيده هذه اللي شاهدين ليها ومجلسين معاه وهذه يمشيو يعطيوها. هذا واحد من الناس اللي فسدوا سوق الصالحين اللي كيجاوب هذا الجواب، وفايس في عيد الضحيه. وقفت معاه قال لي استناني في الباب باش هو غيعطيني عيد الضحيه، ركب على الطوموبيل ومشى. انا ما كيهمنيش هذا الشيء، الله هو اللي كيرزق، فهمتي؟ الناس اللي واحد منهم هذا اللي كيجاوب، واحد من هاد الناس اللي فسدوا سوق الصالحين اللي هما اداو القسام وفسدوا مشروع ملكي اللي هو ديال سيدنا الله ينصرو لينا والله يخليه لينا. اخويا راك غلط، انا راه عندي محل ومحصيه في 2016، الا ديتوه كليتوه من هاد الناس اللي حنا وريناكم الخلقات اللي كاينه وداو لينا حوانتنا، وحده منهم انا اللي تقصيت، هما الشهود ما قبلتهمش حيت نتوما واكلين. كاين بعض الحوانت بالدليل، حنا كنعاودو نقولو عندنا الدليل، الا ما كاين والو نمشيو للحبس. الناس ديال العماله عندهم حوانت هنا كاتبينهم على عائلتهم، وهزينا الورقه ديال اللي ما ودوا عرفنا الاسماء ديالهم ودفعناها الفرقه الوطنيه. ما عندوش ضمير ايقلع عليا انا، مرة ما عنديش ايقلع عليا اللي انا مخشيه حاشاك مرحه ديال بنتي شوف يديا، انت كي كتشوف يدي كي دايره وما ما مكافياش مع لقمه العيش. هاد الانسان ما عندوش ضمير اللي دا ليا رزقي اللي عطاني سيدنا، قلعوا ليا وعطاه لواحد اخر اللي هو ما عمرو صبت عليه الشتا، ما عمرو تحرق وما عمرو كان تحت البراكه، اللي انا كنت تحت البراكه وصبت عليا الشتا وتحرقت وتلقيت بزاف ديال الحوايج، راه الاجرام بلا ما نقول لك اخويا على بنياسي وعلى بزاف ديال الحوايج اللي هضرت عليهم في الشال مالك. وكان نطلب من السي الحموشي والدغيسي يدخل كما نقى مدينه ساله. تحيه ليه والتحيه للامن، نقى لينا مدينه ساله من الاجرام، وباقي المجرمين الكبار هما اللي في العماله اللي داو لينا حقنا، حقنا اللي عطانا سيدنا الله يخليه لينا والله يشافيه لينا، وباقي باقي كيحقق اللي المشروع عطيتوه الناس طوموبيلات اخر موديل. ما ساكنش انا، لا وراني الامين اللي كان هو امين السابق، هاد الامناء الشفاره بعد منهم اللي هما شفاره اللي هما صماصيره اللي كانوا صماصيره ديالهم بعد منهم، ماشي كل شيء، وبعد منهم شهدوا لينا وقال لك خافوا منا، كنا حاطين لهم الفراده على ريوسهم، راه خايفين من الله سبحانه وتعالى على الامانه اللي عطى سيدنا توصل للدرويش لمولاها، ما خايفينش منا، خايفين من الله وخايفين من سيدنا، راه مشروع ملكي، فهمت يا ولدي؟ هاد الناس هاد المجرم اللي حاط عليا وكيقول ما عندهاش، انت عندك، راه هنا فين قلت لكم في واحد الفيديو اليد
اللي مدرقه خاصها تبان وتقطع هي غاده راه كتبان راه كتبان ولكن الحق حق راه قريب المينوطات ان شاء الله غيركبوا لكم في اقرب وقت حاليا كنناشد سيدنا اولا والسي الحموشي حالي انا عندي 10 الوليدات وعندي دري معاق وعندي بنت دونية يعني مريضة شوية في هذا ديالها وما عنديش راني مقابلة عيد طوالي ديال حشك مرحة ديال بنتي راه يديا طابو راه كنت برزقي كنبيع ونشري وغادا على قد الحال ما خصنيش وما عنديش وجارة واليوم لا ضيعوني يعطيوني الساك ويعطيوني مانطا ويحلوا لي شي باب نمشي بحالي الا كانت السيبة في البلاد وما كاينش القانون وتا واحد من فوق القانون الى الله القانون كاين يحلوا لي شي باب ونزيد نمشي بحالي انا. شكرا على المشاهدة. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.